عامر 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 عين دياب عامر، رغم انه يوم الجمعه البحر شويه هيج، البحر شويه مخربق، عين دياب صحيح في عمان وهادشي كنعرفوه مشاهدي الكرام، الا انه البحر اليوم غادي يتبلان، عين دياب ما كيخواش في فتره ديال الصيف. اليوم شيء غريب وقع في عين دياب، البحر هايج، البحر طالع، البحر شوية طالع، كيف كيقولوا أنه واش الجمعة كتبدل المارية ولا، على العموم على أنه اليوم الماج مخربقين، الماج ما مقاديش في عين دياب، رغم كل هذا إلا أنه البحر عامر تبارك الله، وعدد كبير من الناس جاوا باش أنهم يدوزوا واحد الوقيته زوينه ويستمتعوا بالأجواء كما كتشابهوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر. عين دياب هاد الايام هادي صراحة كيعرف واحد الاقبال كبير وما كيخواش نهائيا. انا نقربكم من المواج تشوفوهم كيفاش مخربقين وكيفاش البحر طالع اليوم. شوف 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 مجهودات كبيرة من رجال الوقاية بكل صراحة ولمات خلاجو اللي كنشكرو على المجهودات الكبيرة اللي كنقومو بها. عين دياب صعيب في العمان، عين دياب خطير في العمان، الحمد لله رجال الوقاية كيحاولوا ما أمكن على أنهم بعض الناس من اماكن خطيره، لذلك خاصنا حنا بدورنا الناس اللي كيجيو عند دياب يعوموا نتعاونوا مع هاد الناس، هادو مناطق غير محروسه ما نعوموش فيها. صفر لك اخويا نخرج، قالك ما تدخلش واحد البلاصه ما تدخلش ليها، علاش انا غنجيو غندون لا انا كنعرف نعوم غندخل، لا هو راه كيشوف شي حاجه انت ما كتشوفهاش، هو راه عارف شي حاجه انت ما عارفهاش، يقدر هو عارف الحفره فين كاينه وانت ما كتشوفو، غيبان لك البحر عادي. دابا واش البحر عادي؟ على العموم كنتمناو انا ما نسمعوش شي كارثه اليوم. البحر راه عامر يوم الجمعه، عدد كبير من الناس حاطين عين دياب، وعين دياب ما خواش نهائيا هاد الايام هادو، كيعرفوا حد الاقبال كبير، الصوره امامكم متابعي مشاهدي قناه شوف تيفي.